جاء بأسير إلى، والحديث المسند، جاء بأسير إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأعلن الرجل التوبة، أعلن الرجل التوبة، اسمعوا توبته ماذا قال. قال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قال؟ قال: عرف الحق لأهله. قال عليه الصلاة والسلام: عرف الحق لأهله، عرف الحق لأهله. هذا لله سبحانه وتعالى التوبة، الإنابة، الخشوع، الرجاء، الطمع، الذل، كله لله سبحانه وتعالى. لما نزلت براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من فوق سبع سماوات، قالت لها أمها: قومي إلى محمد عليه الصلاة والسلام. قالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، ولا أحمد إلا الله. الحمد، التوبة، الرجاء، الإنابة، الذل، الخشية، كل هذه لله سبحانه وتعالى الذي بيد أزمة